ظلال الموت تخطف أرواح الرعاة والصيادين بخمس جولات. هل ستكون الجولة السادسة لصالح القوات العراقية في تطهير حمرين من دنس الموت المترصد؟ إلى الجوار، الصفرة والخلاوية وأبي صيدة والمقدادية عمليات عسكرية لا تتوقف، أين العلة؟ هل هي ببطء التنفيذ أم سوء التخطيط؟ الرصاصة الأخيرة أو الورم الخبيث بقلب ديالى متمثل بالمخدرات والذي يحتاج إلى استئصال عاجل، فهل للجهد الحكومي جدوى حتى الآن؟ البرتقالة النابتة على خصر العراق الشرقي يهددها العطب. لا بشائر الخير اللي انطلقت قبل 14 عام نظفت المحافظة تماما، ولا العمليات اللاحقة أفرغتها من جيوب داعش الإرهابية الموبوءة. الظاهر عبارة امشي على طولك يا حلو ممنوعة في ديالة. مناطق آمنة بالنهار خايفة بالليل قبلناها، بس مع الاختطاف بعز الظهر هنا الموضوع مرعب. سيناريو قطع الرؤوس تم التخطيط إلى هناك ومرجح تنفيذه أيضا. قولوا صعب السيطرة على الخلايا النائمة، المسمات جزافا بالنائمة حتى ناخذ الحذر. قولوا المدينة بها امتدادات جغرافية وجيولوجيا صعبة حتى نعيد النظر. فكروا بخطط أكثر من زيادة القطعات بدل تجسيد مقولة ما أقل الاعتبار وأكثر العبر. إذا كان دم الشهيد ياسر الجوراني ورفاقه ما استصرخ المستصرخين، ولا استكانة أرملته وبناته راح تغير الموازين. شنو اللي يعيد ترتيب المشهد ويصفي المحافظة؟ إذن الأمن المكسور خلى سوق المخدرات بدياله يصعد، وكل الخيوط مخلبصة بدون رادع يغلق أي باب من أبوابها. أصناف أشكال متعددة بدون حدود، وعصابات تتحرك بدون قيود. لسان حال ديالة بال 2022 يقول بأي حال عدت وعدت يا رأس السنة. أحييكم أينما تكونوا مشاهدين، أنا أمل علي وهذا على المسطرة، أهلا بكم. جديد لكم التحية مشاهدينا، نناقش كل ملفات هذه الليلة وما يتعلق بديالة بالتحديد مع السيد محافظ ديالة سيد مثنى التميمي. أهلا جنابك سيد مثنى، شكرا لتلبية الدعوة. خلينا نبدأ الحوار مع حضرتك من عقدة تلال حمرين. مشكلة قديمة جديدة نعاني منها أو تعاني ديالة منها صار لها هواية. برأيكم وفق المعطيات اللي موجودة جوا إيديك، وين تكمن مشكلة تلال حمرين والمناطق الهشة أمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة موضوع الأمن في محافظة ديالى موضوع يعني يحتاج إلى جهود استثنائية في من كل الجهات، من الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية والأجهزة الأمنية بكل مسمياتها.
احنا حقيقة ديال الكل يعرف انه تحررت في غضون 8 اشهر في عام 2014، واثناء عمليات التحرير حقيقة لم يكن هنالك قتل للارهابيين دواعش في وقتها بشكل كامل، ولاذوا بالفرار. وبعد ذلك بعد عمليات التحرير الاربع خمس سنوات اللي تلت بعد 2014، التنظيم عاد ترتيب اوراقه في مناطق متعددة في مناطق محافظتي صلاح الدين وديالو حتى في محافظة الكركوك، واستغل هذه المناطق الرخوة الغير ممسوكة قسم من عندها، وصارت ساحة عمليات الرئيسية للأسف الشديد محافظة ديالة. ليش ديالة بالتحديد؟ ديالة أولا ديالة توجد هناك مساحة كبيرة بيننا وبين الأخوة في الأقليم، وهذه المنطقة غير ممسوكة لأكثر من 5-6 سنوات، وتواجد التنظيم وعدد أوراقه في هذه المنطقة، وصارت محط استهداف لديالة. ليش ما نسكب احنا بنص الخلايا؟ يعني هو الحقيقة هذه تتبع استراتيجية عمل العمليات المشتركة والحكومة الاتحادية بالتنسيق مع الأخوة في الإقليم، ونشط هذا التنظيم بخلايا موجودة في مثل ما تفضلتي في حوض حمرين. حوض حمرين أولا جغرافيا هو حوض معقد، وتقريبا هو ممتد من صلاح الدين الى كركوك الى محافظه ديالى. انا باعتقادي اليوم يجب ان يكون هنالك عمل متواصل في مجابهة هذه التنظيمات. اهم هذا العمل المتواصل انه يكون هنالك جهد استثنائي من كل الجهات الامنيه، يعني اليوم ما يختصر عمل الفرقة الأولى اللي موجودة ماسكة الوضع الأمني في محافظة ديالى إضافة لقيادة الشرطة وبقية المسميات الأمنية بمعزل عن الجهد الاستخباري بالنسبة للبلد بشكل عام. ولا يمكن أن القضاء على داعش بدون التنسيق مع الأخوة في الإقليم في على الأقل في إطار محافظة ديالى، لأنه اليوم التنظيم إلى تواجد في المنطقة الفاصلة بيننا وبين الحدود الفاصلة بيننا وبين الأخوة في الإقليم، وبالشهرين الأخيرة شفتوا ايش قد صار هناك اعتداءات على الأخوة في البيشمركة من خلال هذا التنظيم اللي موجود. لذلك احنا نسعى جاهدين في كل عملية أمنية انه نعمل على مداهمة هذه الأوكار وهذه المخابئ، وقتلنا جزء من عندهم بواسطة الضربات الجوية وقسم من العمليات الأمنية التي رتبت في تلك الفترة وبمساندة الأخوة في الحشد الشعبي الأبطال. لكن تبقى هذه العمليات اللي تقوم بها فترة وفترة يقوم بها هذا التنظيم هي حقيقة تربك المشهد، وبالتالي تأخذ حيز بالإعلام. الحادثة الأخيرة اللي صارت في جبال حمرين وفي منطقة بحيرة حمرين هو حقيقة يعني كانت الهدف منها انه التنظيم اراد ان يخلق جو من يعني المساعد له في انه متواجد في محافظه ديالى، لكنه يعني بالتالي هي كل ما هنالك هي يعني مجاميع عصابات. يعني ما احنا اليوم الجيش او الاخوه في الحشد او بقيه الاجهزه الامنيه ما تواجه اليوم قتال وجها لوجه، لكنه لا هي معروفه سياسه داعش، يعني اضرب واهرب. لكن الصوره اللي دسها داعش او الخلايا النائمه من خلال قضيه الشهيد الجوراني ياسر الجوراني وصرخات زوجته، انطفت رساله انه ترى اني بعد لا سموني خلايا نائم. بعز النهار يعني هو مدير جوازات العظميه هو وجماعته، والاعدام نحرا او ذبحا. انطى رسائل كثيره هسه وراها انه بعد نحكي بتحقيق ونحكي بتنسيق. هذا بعد هو الشهيد الارض تحتاج هسه لوقائع. نعم نعم. الشهيد حقيقه الشهيد المغدور الاخ طلع على روحه ياسر ذهب للصيد في منطقه حقيقه غير مأهوله، ومنطقه تضاريسها معقده، ومنطقه غير ممسوكه امنيا. يعني اليوم احنا ماكو ذيك الامكانيه اللي انه كل متر مربع خلينا ب رجل امن، وهذا حقيقه كل 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 محافظات العراق ما ممكن هذا الشيء. وهذا حقيقه هو اعطى فرصه للارهابيين انه ينجحون بهذا العمل. وعمليه عمليه الاستشهاد بهذه الطريقه للشهيد المغدور رحمه الله على روحه
هو أيضا رسالة من التنظيم بأنه التنظيم هو تنظيم وحشي وتنظيم لا يميز بين طائفة أخرى ولا يميز بين قومية أخرى، وهو هدف الرئيس هو زعزعة الأمن في محافظة ديالى. احنا عندنا إمكانية، في حقيقة عندنا إمكانية في الحد من هذا التنظيم، ولولا ما عندنا إمكانية ما كان انه الوضع الأمني في ديالى على هذه الشاكلة. عندنا عمليات وعندنا مجابة لهذا التنظيم وعندنا سيطر على أغلب مناطق المحافظة، لكنه هي عملية العصابات حقيقة تحتاج إلى جهد استخبارات قوي. أنا برأيي اليوم على وزارة الدفاع مثلا أن تكون يعني ملمة في هذا الموضوع، على الأقل في خطة 22 أنه يكون هنالك توجه لتسليح الأجهزة الأمنية أو الجيش الفرقة الأولى بمعدات فنية. يعني أنا ما أجي اليوم أجي أقول للمحافظة ريت كاميرا بعد 8 كيلومتر، المفروض اليوم كل مناطق الديالة تجهز بكاميرات من قبل وزارة الدفاع. أنا أفضل ما أشتري دبابة ب$3 مليون، هاي ال$3 مليون ممكن أنه أجهز الفرقة الكاملة بالكامل، فرقة الأولى عفوا، بكاميرات حرارية ونواظير ليلية ومعدات فنية، وأجي أيضا أنفق أموال على موضوع الاستخبارات وهذا موضوع مهم جدا، وتكون استهداف هذه الخلايا الموجودة أو المضافات الموجودة لهذا التنظيم في مناطق الجبال والمناطق الغير مأهولة بالسكان من خلال الضربات الجوية. هذا جزء. الجزء الثاني اليوم يعني إحنا نعتقد أنه المواطن في محافظة ديالى مواطن يعني حريص على وضع الأمن ولديه تعاون كبير في إيصال المعلومة وفي التعاون مع الأجهزة الأمنية، وعلاقته الطيبة مع الأجهزة الأمنية مع الأخوة في الحشيد هو أيضا عامل مساعد لنستغله إحنا في ترتيب أوراقنا في بالنسبة لي. لكن السؤال اللي نفسه سيد مثنى أنه القوات الأمنية مؤخرا اكتشفت أنه أكو سجن لداعش الإرهابي بهذا التلال، وكأنه الموضوع أنهم دا يتحركون بحرية زيادة عن اللزوم ما كأنها خلايا نائمة. يعني هسه احنا ما نقدر نجي في ظل هاي الظروف نجي ننتقد عمل الأجهزة الأمنية، لكنه بالتأكيد الأخوة في وزارة الدفاع العمليات المشتركة يجب أن تكون هنالك إعادة نظر. شلون سووا السجن؟ شلون محد لاحظ؟ شلون محد شاف سجن وكأنما دولة؟ شلون؟ لا، هي آلاف مئات الكيلومترات المربعة خالية من السكن والسكان وخالية من الأجهزة الأمنية، بالتالي أي مغارة ممكن في الجبل أنه تصير مكان للاعتقال أو ل يعني إبعاد الناس اللي ممكن أنه ينخطفون أو اللي تستولي عليهم هذه التنظيمات من خلال عملية إرهابية معينة. وما أعتقد إحنا عندنا عملية سجن فقط لهؤلاء المغدورين الثلاثة اللي صاروا، والأجهزة الأمنية قدرت أنها تحرر 2 من عندهم بس، يعني لحد الآن ما عاثرين على جثة الشهيد ياسر. يعني ليس هو سجن بالمعنى معنى السجن، وإنما مضافة بأي مكان، بأي مغارة في أي تلال ممكن تصير مغارة، لكنه كسجن ويدخلون لسجناء. ما عندنا إحنا مخطوفين اليوم حتى يصير عندهم، هي أصل الفكرة سجن. يعني هي مو إلا أنه عندك سجناء، بس المهم أنه هو يتحرك بحرية. أختي العزيزة أي مكان بفد 10 كيلومتر مربع مهجور ممكن 3 أو 4 من العصابة أنه تسوي لها مكان في هذا. نتفق على أنه الجغرافيا صعبة، لكن سيد مثنى بحالة أنه نشر القوات الأمنية وتسليح هذا باستنزاف خطر أنه أنت تنشر قوات أمنية، لكن الطيران الاستطلاعي كثير من المتخصصين من الخبراء الأمنيين قالوا يعني الفكرة أنه من يريد فعلا محاربة داعش والحد من هذا الفكر أنه الطيران الاستطلاعي واحدة من الحلول الناجعة. إلى الآن لم يكن هاي مهمة الحكومة الاتحادية، مهمة وزارتي الداخلية والدفاع. اليوم الأجهزة الأمنية المحلية ما عندها الإمكانية ولا عندها إمكانية شراء طائرات مسيرة أو طائرات استطلاع أو تنفيذ عمليات جوية إلا بمساهمة أو تنفذ هذه العمليات اللي جنابش تأكدين عليها إلا من خلال وزارتي الدفاع والداخلية، خصوصا الدفاع. حضرتك خاطبت مثلا، أنت عندك تلال؟ احنا مو خاطبنا، احنا عندنا اجتماعات متتالية مع الأخوة في العمليات المشتركة. أعتقد أنه محافظة ديالى أكثر محافظة يزورها قادة أمنيين، والقادة الأمنيين اللي موجودين في الحكومة الاتحادية يعرفون تفاصيل الجغرافيا وطبيعة المحافظة بكل تفاصيلها.
لكن يبقى يعني هنالك انتقاد من قبل الإدارة، من قبل أبناء المحافظة، على أنه لم تكن هنالك معالجة ناجحة بالنسبة لتواجد هذه العصابات، على الرغم من أنه موجود جهد، لكن أنا أعتقد أنه الجهد ليس بهذه الصورة، وإنما يحتاج إلى مقدمات كثيرة، وأن يكون هنالك عمل أمني متواصل مع حكومة الحكومة الاتحادية كي نقضي على هذه العصابات. يجب أن يكون هناك تنسيق مع الأخوة في الإقليم، تنسيق عالي، حتى تكون هنالك عمليات مشتركة، أو على الأقل تبادل معلومات، لأنه أنا أعتقد اليوم المنطقة الموجودة بيننا وبين المناطق التابعة لمحافظة السليمانية اللي هي مناطق كلار ومناطق كفري ومناطق تصل إلى حد سليمان بيك، هذه كلها مناطق غير ممسوكة، هذه بحاجة إلى إعادة دراسة على الأقل مع في هذه الفترة، حتى نقدر أنه الكل يتحمل واجباته بالنسبة للمرحلة القادمة. طيب، يعني بظل هذا الوضع، وصلت الأخبار بأنه إلى الآن الكاميرات الحرارية ما تم نصبها، أو الآن جاري العمل على أن تنصب كاميرات حرارية؟ نحن موجودة عندنا كاميرات حرارية في مناطق كثيرة من المحافظة، قسم منها اشترتها المحافظة من ضمن التخصيصات اللي موجودة عند المحافظة. أنا اليوم أعطيك مثال، يعني مثلا إحنا في مدينة العقبة الحمد لله والشكر اللي هي أكبر مدن المحافظة، لم يكن هناك عملية للتنظيم على مدى الأربع سنوات الماضية، يعني الشكر يعني لله وللأجهزة الأمنية ولوعي المواطن، بس بالمقابل أنه قلت لك أنه هذه المناطق البعيدة عن المراكز المدن والمناطق الغير مسكونة والغير مأهولة بالنسبة للسكان وغير ممسوكة من الأجهزة الأمنية هي اللي تحدث بها العمليات الإرهابية. طيب، سوء التنسيق بين القطاعات المختلفة بكركوك، بصلاح الدين، بديالة، ربما واحدة من الأسباب الرئيسية. طبعا أكيد، إذا أريد أن نعالج هذا الموضوع من نبدأ؟ بغداد. بغداد؟ طبعا. شو راح نبديها بغداد؟ يعني هو السيد القائد العام للقوات المسلحة يعني عنده تفاصيل العمل الأمني بالنسبة لهذه المحافظات الثلاثة، وعنده عمليات مشتركة، على الرغم أنه الأخ نائب عمليات المشتركة تقريبا يعني أكثر شخصية ومتكرر الزيارات لهذه المناطق، وأيضا عنده إمكانية واستيعاب لطبيعة هذه المحافظات الثلاثة ومناطق المجاورة من محافظة لأخرى، وعنده أيضا حلول وجهده أو جهد الأخوة في العمليات المشتركة وفي رئاسة أركان الجيش أيضا حد من هذه العمليات، حد من عمليات العصابات داعش. آخر تقارير أكدت بأنه عناصر داعش المتواجدين بديالة هم ليس من المحافظة، وإنما وافدين من خارج محافظة ديالة. لا، ثقي أغلبهم. السؤال اللي يطرح نفسه في فوق، ثقي أغلبهم كان إلى عملي إلى ماضي في داعش وإلى ماضي في تنظيم القاعدة، وحتى اللي نفذ على عملية نحر الأخ الشهيد هو أصلا من مدينة جلولاء، يعني هاي المعلومات الدقيقة اللي نمتلكها، فهذا يعني ما أعتقد اليوم مبرر، اللي موجودين أغلبهم من أبناء المحافظة. والداخلين أو الوافدين إلى ديالى شلون دخلوا للمحافظة؟ كيفية الدخول؟ يعني طبعا هم تنظيم، وبالتالي هذا التنظيم إلى حركته، هذا التنظيم موجود وإلى حركته، والتنظيم لربما بي حتى أجانب، لكنه أنا يعني حسب معلومات الدقيقة أغلبهم من التنظيمات السابقة لداعش والتنظيم القاعدة ومن أبناء المناطق المجاورة لسد حمرين وتلال حمرين. الأعداد اللي موجودة هناك يعني عشرات. عشرات؟ نعم. ممكن أن تخلق هذه البيئة المرعبة وتنفذ هكذا عمليات وتغتال وتخطف وهم عشرات؟ هي عصابة. نعم. الحواضن الإرهابية موجودة، مشخصة، عندكم سندات، عندكم قاعدة بيانات موجودة، تشير لك خطر أنه بهذه المنطقة، معلومة استخبارية حضرتك بالتأكيد موجودة، رحت بآمرها مثل ما موجودة موجودة مخاف. موجودة، نعم موجودة، المؤشرات وموجود كل البيانات بالنسبة للإرهابيين، وعندنا تفاصيل الإرهابيين، لكنه قلت ليش يبقى الأمن هو يعني وحدة متكاملة ومسؤولية الجميع. يعني احنا اليوم قسم من اللي تم اطلاق سراحهم والضغط السياسي اللي صار بالسنوات الماضيه برجعوا يمارسون عملهم الارهابي. الضغط السياسي اللي صار طبعا هي صارت اتفاقات في سنوات 2009 و2010
وتم اطلاق صاع قسم من الارهابيين على انه هذول المخبر السري كان وراء اعتقالهم، وكانت ادعاءات كثيره. من ضمن اللي نفذوا العمليه الارهابيه ضد الشهداء المغدورين بالاخير هو اصلا كان ضابط لدى الاجهزه الامنيه، اخوه اليوم يقال انه اخوه عميد في بغداد يعمل. يعني كثير من القضايا يجب على الحكومه او الوزارات الاتحاديه ان تعالج هذه الظواهر. واجي اعمل بقسوه، يعني سابقا النظام السابق قدر يضبط الامن بالداخل من خلال القسوه المفرطه، هسه احنا ما نريد قسوه مفرطه، نريد قسوه وفق القانون. صح. انه ما اجامل في اعتقال اي شخص كان. الامن اولا، وثقي المواطن البسيط واغلبيه ابناء محافظه ديالى من المؤيدين للعمل القاسي ضد الارهابيين والعمل الحازم ضد الارهابيين. فقط تصير مجامله 10% انا اعتقد تاثر على الوضع الامني. يعني انا اليوم اذا اكو شخص بمستوى انه ينحر المخطوف واخوه يعمل في جهاز امني ويستلم راتب وممكن احمله مسؤوليه، فشلون انا امن؟ هذه المعلومه وصلت للقوات الامنيه؟ يعرفون. فلذلك انا اعتقد يعني يحتاج انه الوضع الامني في ديالى الى مزيد من القسوه وفق القانون ومعاقبه كل الاطراف التي تدعم بشكل او اخر هذه العصابات الارهابيه، حتى لو بالاعلام. اليوم انا ما اقبل انه يجي مسؤول سياسي او جهه معينه وتدافع عن حق هو غير يعني ليس في محله بالنسبه لاي جهه ارهابيه كانت. اذا كانت داعش او تنظيم اخر، وحتى اذا كانت عصابات لا تعمل او تعمل ضمن وضع تخريبي لإخلال بهيبة الدولة أو حقوق المواطن أو ممتلكات المواطن. فبالتالي أنه اللي يريد يخلق أمن، هسه أنا محافظة أتحدث هذا الحديث، ممكن يستغرب الأخ المشاهد، لكنه مو كل الأمور تجي بالإيد، أنا من الدعاة أنه نعامل الإرهابيين بقسوة، ونعامل الارهابيين ومن يقف مع الارهابيين ايضا بقسوه، حتى نقدر نجي نوقف الوضع على ارتكازات قويه وننجح. هسه اللي يسمعك سياده المحافظ انه تقول نعامل الارهابيين بقسوه، شنو فسر لي اياها ونروح؟ يعني شنو السبب احنا اللي عندنا عشرات او مئات الارهابيين محكومين بالاعدام معدومين؟ شنو السبب؟ شنو السبب مثلا احنا اليوم نجي نلقى بالتقاعد العامه ارهابيين يستلموا الرواتب وما معاقبين الموظف اللي سهل اعطاء الراتب التقاعدي لهذا المجرم؟ يعني امور كثيره قلت لك، الامن ما يتحقق فقط ببندقيه المقاتل قطعا ولا بموقع المحافظ فقط، وانما الامن اذا تريد نحققه بنقاط كثيره، والكل يجب أن يشترك بهذه النقاط. قضية الشهيد الجوراني، نعم، ليش ما خلقت رد الفعل هذا اللي تتحدث عنه حضرتك الآن وتم الإعدام للإرهابي؟ يعني أنا مرات للأسف الشديد يطلع سياسي، مثلا تصير حادثة معينة يطلع السياسي يعني يظل يتحدث بالإعلام طول بعرض على قضية، بس ما جاء واحد استنكر وقال هذا ليش هذا العمل اللي قامت بهذه التنظيمات ويجب ان نعمل على ضرب هذه التنظيمات، وهو ما تحدثوا للاسف الشديد. وكانما الرجل مو عراقي للاسف الشديد، هذا هو شاب وقدم ما قدم لبلده. وانا عندي حتى معلومه انه هم راحوا باتجاه القسوه مع الاخ الشهيد لانه سابقا الى موقف مع التنظيمات، يعني سابقا كان يعني حسب معلومتي البسيطة أنه من المقاتلين الأشداء ضد التنظيم، ولذلك كان هذا الإجراء الشديد ضد الأخ ياسر رحمة الله على روحه. هو يعني هواي ناس سألت أنه ليش هم اتجهوا إلى النحر؟ هي بها عدة رسائل، عدا الأصدقاء اللي كانوا ويا الله يرحمه. رسائل كثيرة أنه هو سجل حافل للرجل ومردة فعل، إضافة إلى أنه اللي حسب معلومات اللي قام بالنحر ايضا
أصله ضابط بالجيش أو بالشرطة. اتوصلتوا إلى هذا؟ يعني بعد هي معلومات يعني متوفرة حسب ما ناقشت الجهة الاستخباراتية، وإن شاء الله في الأيام القادمة يصل الأخ مسؤول التحقيقات في الاستخبارات في محافظة ديالى إلى نتائج، وممكن أنه تطلع للعالم حتى العالم يفتهمون أنه وصول هذا القام بعملية النحر بالنسبة لل. وإذا ضابط وينه وبياسنا؟ يعني أعتقد سابقا، يعني هو طبعا أكيد سابقا ضابط. يعني قصدك قبل 2003؟ لا 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 2014 أصلا هو يعني القام بالنحر وضابط وموجود بالسلك لا الأمني. لا ما موجود. لا ها وين؟ مطرود يعني فعل التنظيمات الإرهابية، بس يقال أن أخوه موجود في وزارة الدفاع، يقال هسه ما متأكد من المعلومة. خير ونعم. اي هاي المشكلة. وش قد الضغط السياسي متدخل بالأمن؟ يعني أنا كشخص محافظ ما حد يقدر يضغط علي، وجهزتنا الأمنية شخصك لو أنت رافض لو لا أنا أنا يعني من 2009 أنا كنت رئيس لجنة أمنية وبعدين رئيس مجلس محافظة وبعدين محافظ، ما كون إمكانية أحد يجي يضغط علي بالنسبة للأمن، لأن يعرفون وضعي ويعرفون أنه إحنا حريصين جدا على أنه الوضع الأمني في أي مكان من المحافظة إحنا يعني نفس الإمكانية ونفس الهمة ندافع عن أبناء محافظتنا. و يعني هو هناك خطأ بالنسبة لاختيار الشخص اللي يديرون الوضع الأمني في محافظة ديالى، دائما هناك خطأ، ويعني ماكو استشارة فعلية للمحافظ في تنصيب قسم من الأخوة القادة في محلاته، وهذا أيضا يعني يشكل فد يعني مسؤولية هذا الخطأ توقع على على بغداد. على بغداد طبعا طبعا. احنا في 2014 كان عندنا قادة أمنيين بمستوى التحدي اللي كان في موجود في 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 تلك الفترة. كان عندنا قادة يتمثلون العمليات في قيادة الشرطة وقيادة الفرقة الخامسة، كانوا على مستوى، وهذا المستوى خلانا أنه نقدر أنه نعمل ليل نهار وخلال 8 أشهر نحرر المحافظة بدون تدخل التحالف الدولي، بدون تدخل أي جهة كانت، سواء أنه الأخوة في الحشد بعدين هم اللي كانوا العامل المساعد الرئيسي في عملية التحرير، لكنه كان عندنا قادة بمستوى المسؤولية وقادة عملوا في 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 السواتر الأولى مع التنظيم، وقسم منهم انجرح وقسم منهم استشهد. ف يعني نحتاج إلى إعادة نظر بالنسبة لعام 22، وأنا أعتقد أنه إن شاء الله بعد تشكيل الحكومة الجديدة نعمل مع الحكومة الجديدة على وضع نقاط مهمة ونتحدث معهم بصراحة من أجل أنه يعني هناك يكون تكامل أمني ما بين الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية. إلى الآن لماذا صلاحية المحافظ محددة بهذا الشأن؟ ما هي فوضى موجودة. فوضى؟ طبعا. حضرتك مو مواطن عادي، من تقول ليها فوضى يعني فوضى. يعني حضرتك محافظ. أشوف أنا هاي صار أكثر من سنة مبتعد عن الإعلام. ولا تخلينا أندم أنه طلعت وياك. أجي وياك، نعم. يعني مو معنى الفوضى، يعني قلت لك أنه الأمن. لا تندم لأن طلعت ويانا، لأن إحنا سولفنا بالصدق، لو تندم لأنه إحنا. ما أنتوا هو الكل يعرف الحقيقة، يعني إحنا اليوم قلت لك الأمن حلقات متكاملة. ومن يتحمل المسؤولية الأمن من يأتي بقائد يتحمل مسؤولية أرواح الناس. شرحك موضوعي هسه. إيه، فما كان رأي للمحافظ بشكل دقيق باختيار قسم من القادة الأمنيين أو نقل قطعة عسكرية والتباحث مع إدارة المحافظة في كثير من القضايا. زين حتى نبتعد من هذه المنطقة، إذا خلينا كل هاي الصلاحيات بيد السيد مثنى، إيش كم قائد بدياله يتغيره؟ يعني الصلاحية لو بيد المحافظين والمحافظ هو يتحمل مسؤولية محافظته، أنا أعتقد الأمور ليس على ما هو عليه الآن. حتى بتلال الحمري وما يصير بها؟ طيب بالتأكيد. يعني أنا ليش مثلا أعرف أنه إمكانية القائد الفلاني وأعرف ايش تحتاج هذه القطاعات من موارد، يعني من خلال ممارستي للعمل في محافظتي. وأعرف كيف أستميل المواطن بالنسبة للتعامل مع الشخوص الأمنية. ويعني طيب خلينا ننتقل سيادتك إلى ملف المخدرات. نعم. هو الأخطر ربما. نعم. أو إذا أريد
نحسبه بشرطه وشروطه نخلي داعش منه وملف المخدرات منه. واحدة من المحافظات اللي موبوءة الآن بالمخدرات وبين قوسين الكريستال ديالة، إجراءاتك بخصوص هذا الملف؟ يعني هي مو موبوءة، وإنما هي مشكلتها ممر. يعني كل محافظات العراق مؤشر فيها عدد الموضوعين في السجن. ديالة تأتي من المرتبة العاشرة ممكن، صح، ومشكلتها أنه ديالة ممر، وهذا الممر حقيقة لكن صارت هسه التجار وتعاطي يعني هي كانت بالعاشر لكن الآن هي المحافظات المتقدمة. نعم، في هذا الملف. نعم، احنا بالتعاون مع الاخ وزير الداخليه تم تغيير المكتب، مكتب مكافحه المخدرات في ديالى، واليوم على الرغم انه السابق ايضا كان عمل جيد وملحوظ، لكن اليوم نمتلك طاقه جيده في معالجه ظاهره المخدرات في ديالى، وعندنا اكثر من 300 موقوف في سجون المحافظه على هذه المواد، مواد اللي تشمل المخدرات وتعاطيها وتجارتها. ويعني عمل هذا المكتب ليل نهار، واحنا موفرين لهم الامكانيه، الاخ قائد الشرطه ايضا موفرين لهم الامكانيه. الاعلام يعني كان مهول الموضوع، لكنه ارجع ايضا واكد انه احنا ما دام ممر، لانه الاقليم ما عندنا نقاط كمرق مع الاقليم، واغلب التجاره بصراحه تاتي من الاقليم، وعندنا معلومات انه في مناطق كلار ومناطق المجاوره لمحافظه ديالى هنالك حسابات تعمل بشكل كبير على توريد هذه المواد باتجاه ديالى ومن ديالى باتجاه العاصمه وباتجاه مناطق الاخرى. بالفتره الاخيره تم القاء القبض على، وايضا ربما ما حد يعرف بيها، على ضابط أمني يعمل في تجارة المخدرات والآن موضوع بالسجن، وهذه حقيقة يعني ممكن أنه كان يعني يشكل فد 20% من هذا الخرق. ويعني الوضع بدأ بالتحسن بالتدريج، لكن تبقى يعني وضعنا مع الإقليم والطرق الكثيرة المادية مع شمال العراق هي يعني قدر ديالة في هذا الموضوع. هذا بالداخل، بالخارج أو ممر للإقليم وغيره من الدول؟ أنا ما عندي يعني معلومة أنه الدول لها علاقة في موضوع المخدرات، بس بالتأكيد يعني إحنا وضعنا الجغرافي، وضع المحافظة الجغرافية يسمح لي مرور هذه المواد باتجاه بقية محافظات العراق. حضرتك ذكرت انه الاعلام هو المهول، لكن احنا بالاعلام وقرينا انه التقارير ذكرت انه عدد المروجين اللي تم اعتقالهم يمكن 300، لكن بالاونه الاخيره صعد عندك العدد. لا لا 300 بقى نفس العدد. لا نفس العدد. وهذا يجي من 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 جهد المكتب، يجي من جهد المكتب، بس ايضا احكام ضعيفه. يعني سابقا قبل 2003 كانت احكام جدا صارمه بالنسبة للمروجين والناقلين والمتعاطين، اليوم الأحكام بسيطة وبسيطة جدا. توصل لأي درجة؟ يعني ما وصل لحد احنا ما سمعنا واحد انعدم، والمفروض وين انعدم؟ خصوصا التاجر المفروض ينعدم طبعا. التاجر لأن هو يعني قصدك يساهم بقتل يعني عشرة العوام. يعني هسه احنا إذا نريد، احنا كل المحافظات متضررين من هذه الظاهرة. يعني احنا إذا نريد انه يصير لنا قرار أنه يتحاكمون في محكمة خاصة وبعيدة عن المحافظات، ويصير سجن خاص للمروجين أو التجار، وتصدر بهم أحكام، لأنه يعني حجم المال كبير، وعذرا عن التعبير أنه القضاء أيضا يراد لحماية. إحنا نجي نعمل بشكل حازم على المروجين أو المتعاطين أو التجار، خصوصا التجار، ونعزلهم في مكان بعيد مركزي لكل المحافظات، وتصير لجنة قضائية تصدر أحكامها، ويا ريت لو يطبق القانون بحذافيره، يعني يروحون لأبعد درجة القسوة بالنسبة لتطبيق القانون بالنسبة للمخدرات، لأنه إذا بقينا بهذه الأحكام البسيطة ممكن أنه
بالسنوات القادمة يصير انحدار أكثر. شنو اللي يمنع أنه من تطبيق القانون بحذافيره؟ في إيران؟ ما قلت لك هاي راد لقرار اتحادي، قرار أنه الحكومة الاتحادية أقصد حتى بالاتحادية بالحكومة الاتحادية يعني شنو اللي يمنعها اليوم؟ ما أعرف، راد لمعالجة. احنا يعني اذا نريد نحكي على ديالة فالوضع يمكن اسوء بالبصره بقضيه المخدرات وغيرها من المحافظات. اي قلت لك هو احنا حالنا حال بقيه المحافظات، يعني نحتاج الى شده في محاسبه التجار والمروجين والمتعاطين. هسه المتعاطي انا اشوفه اضعف حلقه، بس الحلقه المهمه هو التاجر. يعني التاجر ربما رجل امني، ربما رجل اداري، ربما يعني هاي مشكله. قضية النقل من محافظة إلى أخرى، من منطقة إلى أخرى، يعني التسريبات اللي تقول هذه يحتاج لها رجال لهم علاقة بشخوص لهم نفوذ، هسه سياسة، هسه أمن، رجال أمن، أكيد أنت جوا إيدك خيوط أستاذ مثلا. يعني قلت لك واحدة منها أنه هذا الرجل الأمني اللي تم مسكه من قبل جهاز الأمن الوطني مؤخرا، يعني مثل هو الوحيد مثله مثل أشباهه اعترافاته، وإذا أكو واحد معه وقت ديالة مثله ممكن أكو عشرة في محافظات أخرى. صح، بس اعترافاته وصلتك إلى ناس، يعني هو تم القبض عليه متلبس بزي العسكري، متلبس بعد. طيب يعني بهذه المواضيع يحتاج لك الجهد الاستخباري، واحنا بالعراق عندنا مشكله جدا كبيره، يقول لك بهشاشه القوات الامنيه عندنا جهد استخباري ضعيف. بالمخدرات نفس المشكله؟ هو ايضا هم يصب في العمل الامني. يعني هي وكاله الاستخبارات معنيه في هذا الموضوع. هذه شماعه سياده المحافظ لو هي صحيحه انه نحتاج احنا جهد استخباري بالمخدرات؟ ما محافظ يروح يقف بالسيطره. قوات أمنية موجودة. أي قوات أمنية. تفتيش كل منطقة عندك واحد بيها. أكيد محافظ ما مو شغلته يروح يوقف السيطرة. إيه صحيح، يعني هو قلت لك يعني موجود جهد، مو ما موجود جهد، ولا لو ما موجود جهد ممكن يصير فوضى أكثر. معك موجود. ولو ما موجود جهد يتناسب مع حجم المخدرات. أختي العزيزة لو ما موجود جهد ما عندنا 300 موضوع في سجون المحافظة. ضمن هذا الباب، باب المخدرات. معك انه هذا الجهد يتناسب مع حجم الظاهره؟ يعني انا اشوفه جهد جيد جدا. هسه ترين المحافظ ودافع عن مكانك ومنصبك لو هي بالمنطق. ما له علاقه مكاني ومنصبي بهذا الموضوع. ما له علاقه، انا ابن المحافظه، حتى اذا مو محافظه اتحدث هذا الحديث. يعني يهمني محافظتي. ما له علاقه المنصب، انا اليوم هنا باكر بغير مكان. بس أنا أقول أنه في المحافظة هناك شخوص عندهم إمكانية في معالجة هذا الملف، وهناك تذمر شعبي موجود، عشائري موجود، مكافحة هذه الظاهرة. هناك أكو جهات مختصة مثلاً، مخلين شخوصنا ومخلين على عاتق الحكومة أو الشرطة المحلية فقط؟ لا، إحنا عندنا مكتب، حقيقة عندنا مكتب لمكافحة جريمة المخدرات، وتقريبا أغلب الأجهزة الأمنية معنية في هذا الموضوع، لكنه توجه عشائري موجود خلال السنة الأخيرة، لأن شوية زادت الظاهرة، موجود هذا التوجه بأن مكافحة ومعالجة هذه الظاهرة. ربما أحد من يسمع السيد مثنى يحكي أنه أكو مكتب لمكافحة المخدرات، يمكن هذه ما موجودة بغير، وأنا أول مرة أسمع أنه أكو بديال أكو مكتب لمكافحة المخدرات. كل المحافظات أدري بها أنه فقط على الشرطة المحلية. لا أكو مديرية تابعة لوزارة الداخلية هذه، وفي كل محافظة يوجد مكتب مفعلة؟ طبعا مكتب، وهذا المكتب ارتباطه بالأخ مدير عام مكافحة جريمة المخدرات في وزارة الداخلية، وهناك اهتمام من الأخ وزير الداخلية، هناك اهتمام حسب علمي كبير من الأخ وكيل الاستخبارات، ويعني عمل موجود. طيب خلينا ننتقل من المخدرات، وناقشنا مع حضرتك الوضع الأمني الآن، شريحة العقود والمحاضرين المجانين والتعيينات والمشاريع المتلكة بدياله. بس لكل محافظ أكو تركة ثقيلة من اللي سابقة واللي راح يجي وراك، أكيد راح يلقى مشاكل كثيرة. هذا الموضوع شلون ده تواجه حضرتك؟ يعني أنا تركة ثقيلة من المحافظ القبلي ما موجودة، حتى ما أجي هذا الأخير يعني؟ أي خلي أجيك، بس تركة ثقيلة من الوزارات، وعندي بالأرقام والكل يعرف
رابع رئيس وزراء يرفع المشكلة. يعني أنا عندي 179 مدرسة مهدمة على وزارة التربية من عام 2013، عندي المستشفى الاسترالي من 2013 لحد الآن ما بي نسبة إنجاز 13%، عندي مجاري على وزارة البلديات في قضاء الخالص وفي بعقوبة الغربي أيضا صار 8 سنوات، عندي مشاريع مي 24 ألف لتر مكعب معطلة في 4 مناطق في محافظة ديالى، وعندي عشرات المشاريع بالنسبة لوزارة الاتحادية. خل تجي لجنة من بغداد وتقول لي أكو مشروع محلي متعطل متوقف، أنا أتحمل المسؤولية. هسه أنا من دا أقول لك أضرب مثل حري، يعني هذه بالوثيقة وبالرقم أنه وزارة التربية 179 مدرسة مهدمة أنقاض لمدة 7 سنوات. احنا كمحافظة في 2019 على 20 سلمنا مديرية التربية 106 مدرسة مبنية بالكامل جديدة وحتى مؤثثة من قبل المحافظة للعلم. زين هسه تبي هذه الوزارات تجيبي لك من وين تروح؟ يعني حالة حالة منها مثل هم بغداد، والقادم أفضل إن شاء الله. هسه القادم دبلوماسية عالية، إنه القادم أفضل، عندك 179 مدرسة مهدمة، باكر يقول لك محافظ وقفوهم انهم مسؤولون، كل راع مسؤول عن رعيته. مو نبدي لك بهاي السوالف، احنا كاعلام نسولف بهم. اي انا همين بالمقابل همين يعني ما يمكن مسوي مئات الكتب مو عشرات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن مئات الكتب عشرات كتب اناشد الحكومة الاتحادية بهذه المشاكل المستعصية مع الوزارة القادمة. شنو اللي يمنع؟ يعني اذا اجي اقول لك على المستشفى الاسترالي انه اكو مشكله ويا الشركه واكو مشكله ويا عقد الشركه، وظلينا بهالسيمفونيه الى انه احنا بقينا بدون مستشفى. انا السنه على عاتقي بنيت مستشفى في بعقوبه، مستشفى في وقعت عقود وفي مندلي وقزاني، سعه المستشفى الواحد 50 سرير. بعد اعتمد على نفسي، افضل ما ابقى ألوم وألوم وألوم. وهذا المواطن ما له علاقة يقول لك أنا أريد مستشفى. إحنا عندنا مستشفى من السبعينات في بعقوبة، والحكومة المركزية لحد هاي اللحظة ما بانية ولا جناح ما بانية. إحنا السنة قلنا ما عندنا بعد نعوف كثيرة من القضايا ونجي نهتم بالصحة. جينا بنينا مركزين، مركز للأورام ومركز للقلب في بعقوبة، وبنينا مستشفى 50 سرير، يعني وقعنا عقود قبل 4 أيام في مندلي وقزاني. المستشفى الأسترالي اللي ذكرت حضرتك، الشركة اللي تم التعاقد وياها شركة وهمية لو حقيقية؟ حتى إحنا صارتنا 7 سنة لا حقيقية طبعا. وين راحت فلوسها؟ ما عرفت. هاي أنت من يصير عندك استضافة ويا وزارة الصحة سألي هذا السؤال. نعم. طيب حضرتك محافظ وتواجه هاي المشاكل، هذا بالنسبة لبقية المحافظين على نفس الشاكلة؟ المدارس على نفس الشاكلة، والمستشفيات على نفس الشاكلة، وموضوع مجاري وزارة الإعمار والإسكان اللي هي أتعس وزارة في الخدمات موجودة في كل لدى كل المحافظين، وكل اجتماع تنسيقية مع أي رئيس وزراء ينطرح هذا الموضوع. فيما يتعلق بالمحاضرين المجانين بمدتنا الأخير أستاذ مثنى، محافظات تم تثبيتهم، الآن المدارس بحاجة إلى المحاضرين المجانين، أي شخص يقعد مكانك، شخص محافظ، وزير، شخصية سياسية، شخصية أمنية، كل الناس تقول المحاضرين المجانين إحنا بلاياهم ما توقف مدارسنا. هذا الموضوع صار لغط كل شيء كبير، دا يطالبون بأمس الحاجة هم إلى هذه الرواتب ولا تثبيت العقود الغير مثبتين أو المحاضرين الغير مجانيين، وكثير من التفاصيل تدخل بهذا الملف. إجراءاتكم إلى شنو؟ يعني هم الأخوة المحاضرين عامل مساعد في استمرار الدوام في المدارس، وحقيقة يعني قدروا أنه يغطون أغلب الشواغر في مدارس المحافظة. ستكلمت عن ديالة وعدهم جهد، وهم سابقا عملوا في المدارس بدون رواتب، الكل يعرف بدون تخصيصات. انا برايي انه ما دام هسه انهم الاخ السيد رئيس الوزراء ثبتهم على 315 انه في موازنه 2020 انه ينتهي موضوع المحاضرين الغادره، يعني حتى يصير لهم تثبيت ينتهي الموضوع، لانه هم يعني ادوا واجبهم سابقا واليوم هم يتحملوا مسؤوليه. فبالتالي مغادرة موضوع المحاضرين في موازنة 2022 يعني أمر ضروري جدا، واعتبره من الأمور الحاكمة حتى يعني نغادر هذا الملف. إلى الآن هم قرارات هواية، التثبيت على 315، لكن قيد التنفيذ
ماكو يعني ماكو شيء ملموس على أرض الواقع. كتب كتابنا لا جادة رئاسة الوزراء جادة في معالجة. وأعتقد يعني الضغط اللي موجود مجلس الوزراء كان جاد في معالجة هذا الملف. فيما يتعلق بالمدارس اللي موجودة، ذكرت حضرتك أنه عندك 179 مدرسة، بقية المدارس قد هي بحاجة إلى محاضرين مجانيين؟ يعني مثلا كل المحافظين اللي يستضيفهم يقول لك أنا ما أقدر أستغنى، أنا عندي مدارس جديدة، عندي مدارس قديمة، عندي متقاعدين طلعوا، إيش قد؟ ما هو صار أكثر من 6 سنوات ماكو تعيين، ماكو حذف استعداد. فبالتالي موضوع المحاضرين هو لفك الاختناق بالنسبة للشواغر، ما بيها مجال. يعني هم العامل المساعد والرئيسي في استمرار العملية التربوية في المحافظة. سيد مثنى تميمي، إيش قد يواجه تحديات مالية؟ تحديات إيش؟ تحديات مالية. مالية؟ إحنا في 2021 موازنتنا كانت 90 مليار دينار، وصار عندنا موازنة تكميلية وما عندنا إيراد آخر، لا عندنا بترو دولار ولا عندنا. يعني مكفياتك؟ لا هي من الخير. يعني أنا إذا الحكومة الوزارة الاتحادية تكمل مشاريع هي منها، يعني أكو نسبة إقناع لدى الجمهور في المحافظة. فقط هاي المستشفى والمدارس والمجاري ومشاريع المي، الوزارة الاتحادية يعني تنهي التلكؤ في مشاريعها، أعتقد الوضع الخدمي يعني نوعا ما أكو نسبة رضا لدى المواطن. أنا ما أقول سويت، لكنه أكو نسبة رضا الحمد لله. نطلع وياك وتقول سويت، شنو اللي واقفات بعدهن؟ ما عندي الحمد لله وشكر، بس ما عندي. قلت لك أنا ضربت لك مثل، قلت لك أنا باني 106 مدرسة. إيه. خلي يجي كل حكومة الاتحاد يختبني بسنة 106 مدرسة. أنا أشكرك الشكر الجزيل سيد مثنى تميمي محافظ الديالة، شكرا لتلبية الدعوة وشكرا لتحملك عناء الطريق. شكرا جزيلا. مشاهدينا شكر موصول لكم على حسن المتابعة، أشوفكم باكر إن شاء الله بحلقة جديدة من على المسطرة. تصبحون على خير.